Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. شربت الخمر مرة، مرتان، دخنت، ولكنني تبت ورجعت ولن أكررها مرة ثانية. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تقبل الله توبتك. أما موضوع التماثيل فهي أمر من أمور التجارة أحلها الله، والمقلدة كسرت لأنها حرام، والأصلية اشتراها أجانب وهم سيحاسبون على ذنبهم. أما قتل الوالي أبا خالد، قلت لك قبل ذلك كان فاسدا فاجرا، وفي قتله ثوابا عظيما. هل عرفت الآن أنني فعلت الصواب؟ هيا هيا كل معي كي تفتح شهيتي. هيا قادمون يا نينوى. بهذه العبارة هب الرجال من مكامنهم
يحملون على عواتقهم رايات النصر المبين. ها هم أسود الرافدين، ها هم أسود الرافدين الغيارة، جاءوك ليطهروا أرضك الغراء ويزيلوا عنك رجس الغزاة بعد أن طالت على صدرك وطأة الوحوش وآن أوان الخلاص. المهم كملت ووصلوا يمي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. على الموعد بالضبط. الحمد لله. بشر سويته؟ مجموعة جديدة من السبايا الأزيديات نفس المكان الأسبوع الجاي. أنت ليش مصر تقوم بهاي العملية وأنت خاصة عندك مكان حساس ويا داعش؟ اللي كان يسويه الحاج كاوة الله يرحمه أنا رح أكمله بإذن الله. وبالمناسبة ألف مبروك تحرير زمار وربيعة على إيد البيشمركة. بارك الله بيك. للمعلومات أعلن السيد الرئيس مسعود بارزان عن تطهير 200 كيلومتر مربع من مجاميع داعش. الحمد لله، وإن شاء الله نطهر العراق كله منهم إن شاء الله. السلام عليكم. سأصر على فتح تحقيق في مقتل أبي خالد حتى أبعد الشبهة عني. ونعم الرأي، وأنا سأكون شاهدا في هذا التحقيق. يجوز. روفان، روفان، ماذا تريدين؟ اهرب حبيبي، اهرب، اترك الموصل كلا، ارجع لابوك. ليس لي اب. لا، ابوك بعد عايش، يتمنى يشوفك ويفرح بيك. أتريدينني أن أهرب وأترك أهل الدين والملة الصحيحة؟ ذولا ما يخافون الله، ذولا يعبدون الطاغوت، يحبون الدمار والدم والقتل والخراب. الإسلام بريء منهم. اخلصي يا كافرة. لا يا روفان، أنا مو كافرة، وأختك جوانا مو كافرة. أختك جوانا قدرت تهرب من الموصل ورجعت، رجعت للذل والقهر على مودي، حتى ما تتركني وحدي، حتى تنقذك من اللي انت بيه. منو اللي بقلبه ايمان؟ جواننا اللي ضحت بروحها، ولا الذباح اللي رجمها لحد ما تموت؟ اهرب، اهرب يا روفان، وانجي بروحك، انجي بروحك قبل ما ينجيك الدور. قدمت القوات العراقية الباسلة بكل فرقها وعتادها محررة جزءا تلو آخر من الساحل الأيسر من الموصل. كان التقدم رتيبا حفاظا على سلامة المواطنين، لا سيما وأن تنظيم داعش الإرهابي كان يحتمي بالأهالي داخل أوكاره، جاعلا إياهم دروعا بشرية في وجه هجمات القوات العراقية الباسلة.
للأسف سير العمليات ضد الجيش العراقي غير مطمئن، يهاجمون بكثافة سواء في الأرض أو بالطائرات. خسرنا مساحات واسعة من الأراضي وأعداد كبيرة من المقاتلين. أنا أبلغت بإرسال مئات من الانتحاريين لتنفيذ عمليات انتحارية ضد جيش الكافرين. أصدرت الأوامر باستخدام أسلوب الأرض المحروقة لإبطاء تقدم جيش الكفر. ومن الضروري استخدام المدنيين كدروع بشرية لإرغام الجيش العراقي على عدم الهجوم علينا في النقاط التي نتحصن بها بالمدنيين. زياد، أنا زودتكم كل التفاصيل وكل المعلومات اللي طلبتوها مني، لكن لازم أعرف شنو هي خطتكم المستقبلية؟ من حقك تسأل، وراح أفهمك بعدين، وراح أرجع أسألك. أنت كان هدفك من جيتك للموصل إنقاذ جوانا، وهاي إنقذت جوانا وتمنيت عليها. ليش ما طلعت من الموصل وبعدت عن الخطر؟ صحيح بالبداية كان هذا هدفي، لكن أنا ابن هالبلد، شلون ما أشارك بخدمتها؟ هذه البلد فضلها على راسي من يوم ولادتي للموت. هسا قل لي بالتفاصيل، شنو لازم أتصرف؟ شنو هي خططكم المستقبلية حتى أشارك بالتنفيذ؟ كفو منك يا أصيل. يا رب استر ويانا، هاي الحرب أبد مو بصالحنا. يستاهلون اللي صاير وياهم بعد اللي سووه وياي. إذا سقطت الموصل الجيش العراقي ما راح يرحمنا، راح يحاكمونا ويعدمونه. لا تستعجلين الأحكام، ما متوقع أن الموصل تسقط بهاي السرعة. فقدنا جزء كبير من المعدات ومن المجاهدين، صرنا مكشوفين، وقوات الجيش أوشكت أن تطبق الخناق على قواتنا في الجانب الأيسر. هذا إضافة إلى أن طائرات التحالف وطائرات الجيش العراقي والدرون أوقعت خسائر كبيرة في صفوفنا. ليس أمامنا سوى الانسحاب إلى الساحل الأيمن. هذه فكرة جيدة، فشوارع الجانب الأيمن ضيقة، لن تسمح لقوات الكفر بالتقدم. الجيش يتقدم بتكتيك يضمن النصر بدون خسائر، واشتبكت الشرطة الاتحادية مع فصائل من تنظيم داعش متنقلة بين المنازل في الساحل الأيمن، بعد أن نجحت القوات العراقية في تطويق أغلب أحياء الجانب الأيسر من الموصل. شاركت الفرقة الذهبية في القتال وأظهرت بطولة كبيرة وقتلت عدداً هائلاً من عناصر التنظيم الإرهابي الذين كانوا ينتشرون هنا. الموقف الموقف، رماية على الهليكوبتر. أنت من كمين الأول صحيح؟ صحيح سيد، صحيح. واضح واضح استلمت، باشلي باشلي بالإحداثية لأمامك. واضح واضح. اجمعوا كل شيء خارج المنزل يا روفان. قناص، صاروخ، تموتي من الجوع. أنت وما تعبدين.
لن يطول الليل حتى تتسلل أنوار الفجر مبشرة بولادة يوم جديد، يوم زاخر بالسلام والطمأنينة، يسوقه رجال عهدوا الوطن أمام الله تعالى أن يحرروه ويحرسوه ويصونوا ترابه. رئيس الوزراء أعلن تحرير شرق الموصل بالكامل، والحمد لله اللي قدرنا نوصل دجلة بقلب الموصل. الحمد لله الحمد لله. بس يا ترى أنتوا جهزتوا خطة لتحرير كريستين؟ لا، انشغلنا بالقتال وبالمعركة، لكن قريبا إن شاء الله نخلي خطة ننقذها من بين يدين الذباح. إن شاء الله خير. هذا مسجد بعيد عن الأنظار، وفيه غرفتين لخادم المسجد. أحسنت، وطبعاً لن يقصفوا بيتاً من بيوت الله. إلى أين؟ إحنا طالعين وتارك لكم المسجد. لن تذهبوا. لا، عاد شو نسوي هنا؟ ستبكوا، قيدهم. الله يخليك، لا تآذي. جوايا لك. الله يخليك. هيا هيا بسرعة. لما لم تدعهم يذهب؟ حماية لنا، دروع بشرية ورهائن إن حاولت القوات العراقية اقتحام المسجد. الله يرحم شهدائنا. آمين. زدمهم مرة حذر. لكن زياد، برغم تحرير الجانب الأيسر من الموصل، بس أنا شايف إن تحرير الجانب الأيمن راح يكون أصعب هواية. كلامك مضبوط، وهسا لازم نجمع معلومات عن هاي البيوت اللي بيها رهائن من الأهالي حتى ما نستهدفهم بقصفنا. صحيح صحيح. برا! ليوصل هذا البيت أفرغ المخزن براسه. يلا يلا يلا. يما احلفك بالله تسمعيني وتصدقيني كل كلمه اقول لك اياها. يما انا واخويا سمير ترى ما كنا نشتغل ويا الدواعش. يما نشتغل ويا الجيش العراقي. يعني ما تصدقيني بزياده ابن اخوك؟ بس ارتاحي، الله يخليك، والله خابره واخلي فهمك على كل شيء. يما اسمعيني، بالقران الكريم وراسك عندي، اني ما ظليت لابس لبس الدواعش الا على مود اخدم العراق، انقل اخبار هذول الكلاب للجيش العراقي حتى يحررونا من ذول الدواعش الاوغاد. يما انا ما اخون اهلي وبلدي وناسي، صدقيني هذا اللبس النجس انكس شيء بالعالم، وكل شيء لبسوه لا يعرفون لا الدين ولا الاسلام ولا الرحمه ولا الشرف. وتتوقعين من ابنك سمير يخون؟
لا يمه لا، انت اللي ربيتيني على الشرف والكرامة. صدقيني ابنك سمير مو خاين. يا ما هؤلاء الخونة يستقبلون جيش الكفر بالترحيب والتهليل، والبعض منهم يساعد الكفرة، لا بد من معاقبتهم وبشدة. أبلغني المفتي وقاضي القضاة بصدور فتوى تبيح قتل كل من يرحب بجيش الكفار. أهلا وسهلا. تفضلوا. أهلا وسهلا. يا مال الله، الله يحفظكم. السلامة. أهلا وسهلا. كيفك؟ أهلا وسهلا. لحظة من رخصتك، ممكن هويتك؟ مو ياي. وين هويتك لعد؟ دواعش احرقوا بيتنا وراح كل شيء. والجنطة ايش بيها؟ بيها أغراضي وملابسي. اعطيني الجنطة. الجنطة. والذهب والفلوس هاي منين لك؟ ايش بيه؟ تعال 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 ايش بيه؟ تعال. يلا قيس. ماكو احد بالبيت. سمير استعجل، المكان مو امن. يلا يلا يلا. قيس ابوس ايدك، ابوس ايدك، ابوس ايدك. اريد ابني. يلا يلا يلا. برافو 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 تمام. باشر باشر كلام الإحداث يا باشر. انت منو؟ انا وياكم. شو دا تسوين هناك؟ اخويا مخطوف عند الدواعش، رح نقذه وارجع سنجاد. كيف يا مولانا الوالي؟ لم يسفر التحقيق عمن قتل مولانا ابي خالد. الطائرات المسيرة اللعينة. رحم الله مولانا ابا خالد. ثأره في رقبتي. Thank you.
جدا فرحانة بجيتك. كلنا فرحانين. أحلى الوجه. تعرف ايش قد ما اشتقت لك؟ أنا كلش فرحانة إنك رح تعيش وياي. أخبرني الأمير أبو عبد الله إنك أسلمتي. هي أني على موتك أسوي أي شيء. يجب تهريب الأموال إلى الخارج. أنا جاهز بما تأمر يا أمير. لقد وضعت خطة محكمة لإيصال الأموال إلى جهة آمنة. لم يعد لنا حياة في هذا الفخ. فخ؟ نعم، ولا أريد أن أعلق بها. المهم أن تنفذ ما أقول بالحرف لتكون أموالنا بأمان حين تغرق السفينة. وهل ستغرق؟ لا محالة، ستغرق. أشوفهم حرام عليك. حرمت عليك عيشتك إن شاء الله. ما كنا تروحين بعد ما تولدي؟ كافي لهو بهالموضوع، ما بقى شي وتجيبين. أبوس إيدك خليني أروح أشوفهم، محتاجين أكل شرب، أكيد محتاجين يومهم. الفلوس موجودة، مو كان ممكن أدزلهم أكل وملابس هواية، لكن ماكو أكل بالموسم وماكو محلات تشتري منها، شنو أعمل؟ لو ميتة ولا عز أواجه القشرة. السكتين لو أقص لسانك. قومي روح لغرفتك. قومي. الأهالي حاولوا الهروب إلى الجانب الأيسر حيث تتواجد قوات الكفر وقبضنا عليهم. يعدم علناً وبقسوة حتى يكونوا عبرة. السلام عليكم. عليكم السلام. وصلنا بعض العتاد والسلاح وعربات مفخخة عبر الجسر. وصلت في وقتها حتى نوقف تقدم الجيش. شيماء، أنت قاعدة تغامرين بحياتك وانتهم سمير. أنا واختي مو أغلى من اللي استشهدوا، أكو دين برقبتنا لأمي الله يرحمها. هذا سلاح أنا راح أنطيه للأهالي اللي قاعدين يتعاونون وياي.
واحنا بدورنا راح ننظم اعمال المقاومه من خلال الاهالي، بس للاسف الظروف صعبه جدا. الجانب الايمن ما بقى بيه لا كهرباء ولا اكل ولا مي للشرب. اي والله خطي، الناس مو لاقين حتى الخبز، الاطفال والشباب هناك قاعدين يموتون من الجوع ومن البرد. معركة تحرير الجانب الأيمن لازم تتم بأسرع وقت. إن شاء الله إن شاء الله. الطيران العراقي قصف الجسر. كارثة. معنى هذا أن تدفق السلاح والعتاد والعربات المفخخة سوف يتوقف. معنى هذا حين تنفذ الذخيرة فلن نستطيع تعويضها. أصبحنا محاصرين من كل الاتجاهات.